السلام عليكم محبي قناة سبور فيديو. إذن كلاسيكو الأرض ينتهي لصالح ريال مدريد على حساب برشلونة بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد. زيدان المدرب الخبير والمحنك قاد الريال للفوز بالكلاسيكو، وهو ثالث فوز لزيدان بكامب نو بملعب برشلونة، إذ أن زيدان لم يسبق له أن هزم بهذا الملعب من أصل ست مباريات خاضها على أرضه. برشلونة لم يتمكن حتى في وجود الكبير والعملاق والنجم ليونيل ميسي، لم يتمكن من تحقيق الفوز الذي انتظرته جماهير البارسا طويلا، خاصة بعد تراجع وتذبذب مستوى برشلونة خلال بداية هذا الموسم وبعد الهزيمة أمام خيطافي في الجولة الماضية في الليغا. ميسي لم يقدم ما كان منتظرا منه، والريال حقق الأهم وفاز بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد. الريال إذن بقيادة زيدان يتمكن من الفوز بثلاثية، في حين كومان وفي أول امتحان له في الكلاسيكو يعجز عن تقديم نفسه بشكل جيد لجماهير برشلونة. كومان ارتكب العديد من الأخطاء ليس مجال التحدث عنها الآن، ولكن نجملها في أنه أساء قراءة معطيات المباراة، والدليل على ذلك التغييرات المتأخرة في الدقيقة 82. يقوم بثلاث تغييرات دفعة واحدة، ومن بين هذه التغييرات يخرج أفضل لاعب في هجوم برشلونة وهو إنسو فاتي، مسجل الهدف الوحيد للفريق الكتالوني. إذن كومان يحتاج إلى مزيد من الخبرة، يحتاج إلى مزيد من الوقت لبلورة أفكاره وتطويرها لخدمة مصلحة برشلونة. الكلاسيكو إذن عاد لريال مدريد. نبارك لعناصر ولعشاق ومحبي ريال مدريد، ونتمنى حظا أوفرا لبرشلونة في قادم المباريات. نمر إذن إلى ترتيب أندية الليغا. ريال مدريد بعد الفوز في الكلاسيكو يرتقي لصدارة الترتيب برصيد 13 نقطة، متبوعا بريال سوسيداد في الصف الثاني برصيد 11 نقطة، وهو الرصيد نفسه الذي يملكه فياريال في الصف الثالث. خيطافي في المركز الرابع برصيد 10 نقاط، متبوعا بإلتشي وقادش وغرناطة كلهم برصيد 10 نقاط، فيما ريال بيتيس يحتل المركز الثامن برصيد 9 نقاط. أتلتيكو مدريد في الصف التاسع برصيد 8 نقاط، ثم يأتي برشلونة برصيد 7 نقاط في المركز العاشر، مع الإشارة إلى أن برشلونة تنقصه مباراتان لأن هذه المباريات التي لعبت في هذه الجولة محسوبة على الجولة السابعة، وريال مدريد خاض 6 مباريات فقط. إذن مباراة ناقصة للريال ومباراتان ناقصتان لبرشلونة. شكرا على حسن انتباهكم، نلقاكم على خير بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.